Ce que tu vois, ma chérie, fait partie de notre histoire et de notre culture. هادي واحد السيده قدرت تحافظ على النظره الطفوليه ديالها للعالم، قدرت تحسسنا بها. هادو ثلاثه ديال النساجات من الشتوكه، تقدري تسمعيهم تيغنيو وهما خدامات. شتي كيفاش كيضحكوا؟ فرحانات ياك؟ كتعرفها بابا؟ تنعرفها. بغيتي نعاود لك القصه ديالها؟ إلا يا شعيبية مهبولة راهي سرحك تغني تغني المهبولة باغي تشوهيني قدام دوار ها انتي مسكونة انتي مسكونة انا عارفك انتي مسكونة وانا عارف اش غادي ندير لك عارف واش خرجتي تلعبي ولا خرجتي تسعاي كملتي ولا مازال مازال
Tiens, Shaibia, ça c'est pour toi. هادشي مابقاش ديالك دابا. مراتي السبعة تا وحدة فيهم ما عطتني الويد. يا ربي لك الحمد وشكرك، يا ربي لك الحمد وشكرك، يا ربي لك الحمد وشكرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحمد لله.
تحكوا معايا. يلا حل. ها خوتي خوتي. صباح 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 ميات ناقة في مراحو. صباح الخادم تخدم وصباح العبد يبرقم. صباح الخير والرباح سيد الحوسين. حوسين نوضة وليدي نوضة كويتي نوضة نوضة حبيبتي تمشي للمدرسة. دروك هاد الرجال اللي باغين كلهم حتى واحد فيهم ما مزيان ولا لا ما يمكنش لا بد يكون فيهم شي واحد ولد الناس. وانا راه ما نقبلش شي واحد من غير الا كان معقول طال الزمان ولا قصار. غادي لا بد تبغي شي واحد ولد الناس اللي يكون معاك اللي يعاونك. الزمان صعيب سمعتيني بالي قبل اللي يفوت الفوت ويهرب عليك الركب. انا كنخاف على ولدي بزاف بغيت نرعاه ونحميه ما بغيتش ندخل عليه راجل براني تكرفص لي عليه ومع ديما ندير بهذا الراجل. الراجل الوحيد اللي عدي هو وليدي الله يحفظه ونشيل لي. سلامة مدام خليت لك الخير حتى الغدا ان شاء الله. اتان شاي بيان تيام بخان لو رامن لو شي توا. هذا ديال وليداتك ils en ont beaucoup et puis c'est un cadeau pour ton fils et pas pour toi. لا لا مدام لا لا بارك الله فيك. s'il te plaît شاي بيان بخان لو ça m'évitera de l'amener moi-même chez toi. بخان لو شنو هذا؟ خالة عرفتي شحال عندك ديال الزهر باش يكون عندك بحال هذا القلم باش تقرا وتكتب. سمعني مزيان كلشي نسامح لك فيه الا القرايه الا القرايه الحسين امك ما قارياش انت خاصك تقرا وما حد حيا ما يخصك حتى خير خصك تقرا. ويلا قريتي thank you.
اليوم على الساعه الثالثه بعد الزوال حيث القي الله وعائلته في طائره عسكريه باتجاه كورسيكا. ولقد اقدمت السلطات الاستعماريه على نفي رمز السياده الوطنيه جلاله السلطان سيدي محمد بن يوسف، واضعه الملك المجاهد وعائلته الكريمه بين خيارين اثنين، بين الرضوخ لارادتها والتوقيع على الظهائر الاستعماريه التي كان يرفضها، وبين تنحيه عن العرش وابعاده ونفسه. مي ما فهمتش واحد التمرين. راك شتيني ما مساليش ولي راني مدهيه، وكيخصك تعلم راسك براسك. راني ما غنبقاش دائما لك ولدي، الله يرضي عليك. Maman, je t'aime. C'est vraiment très mignon. Ton fils est adorable. Tu l'élèves vraiment très bien. خروفي يا العم، هل رأيت خروفي يا سعيد؟ نعم رأيته يجري ويقفز. خروفي صوفه أبيض جميل، أنا أضع له عقدي في رقبتي وألاعبه وهو لا ينطحني. فراسك بلي الشرقاوي غيجيب ان غران كريتيك دار فرنساوي سميتو بيير غوديبير، عنده واحد لا تورني في المغرب العربي وغيبدا بالمغرب. راه قالها ليا وقال لي غادي يهضر لي على الخدمه ديالي. ولكن اللي ما فراسكش بان راه قنعو. باش قنعو؟ قنعو بلي الشعيبيه تتصاوب احسن كسكسو في المغرب،
داكشي علاش غيجي يتعشى عندكم الجمعه الجايه. دخلنا عليك بالله. واش عمرني كذبت عليك؟ قول الشعيبيه تكثر كسكسو وتخلي لي حقي لحقاش ما غاديش نكون. واخا انا حسين واش وقتي وحياتي كلها غنبقى نصبر لك في حوايجكم؟ الشعيبيه نسالي لي الحوايج لان لك واحد الخويره زوينه. هي غتزوج؟ لا غادي نعرف. على من؟ ماشي على من، هو الجوي. وفين؟ هنا. هنا؟ ايه هنا في الدار. وكيفاش غادي يجيو عندنا شي ناس ديال الفن مهمين من برا وباغي ندير لوحانه ونحيد لما بالحيد من هنا وندير واحد الجلحه في الوسط وندير لوحانه وحده هنا وشي طابلو واحد اخر هنا وشي شويه فالي صغير وجوج طابلوات هنا وطابلو هنا وطابلو لتحت الله يخلفها مدام. بسلامة سيدي، الله يجازيك بخير. هذا هو رزقك. شعبية نودي ترسني. هذا هو رزقك. كوديبير ناقد كبير في هادشي ديال الصباغه والرسم وكيدور العالم كامل تيقلب على الفنانه اللي موهوبين وعندهم شي حاجه ما عندش الاخرين. Tu sais Charkawi, il faut absolument amener Hussein à Paris pour lui montrer les peintures noires de Goya. La série des 14 fresques. Alors vous savez que Goya a peint avec une technique de l'huile, elle s'écouvre pour décorer les murs de sa maison. Une maison appelée la Quinta del Sordo, la ferme du sourd. La folie. Un fou, mais qui a fait ses plus belles toiles à la fin de sa vie, quand on considérait qu'il avait perdu la raison. Mais pourquoi fou? L'homme qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il le croit. J'ai aimé ma boule. Il y a un peu de temps. Shaibia, je suis venu à la maison. C'est vous qui... Il existe de nombreux peintres talentueux. C'est bien la première fois que j'en rencontre un touché par la grâce. C'est par Klaal Gachaïbi.
aventurieux comme Bissier a mis 70 ans de sa vie pour arriver à cette légèreté dans les couleurs et dans la composition. Et qu'une personne, accidentellement, fasse des choses comme ça, c'est... Madame, est-ce que je peux garder la petite ? Oui. Eh bien, je continue ma tournée. Après l'Algérie et la Tunisie, je rentre à Paris. Très bien. Bon voyage. Merci beaucoup aussi. Et pour ta mère, elle a un don. Un véritable don naturel, brut. Ne l'encourage pas à peindre, mais ne la retiens pas non plus. Et puis surtout, ne lui apprends aucune technique de peinture. Et puis si ça lui plaît, si elle continue d'elle-même, eh bien, je repasserai après pour voir ses œuvres. Il y a quelque chose chez elle, quelque chose d'unique, de magnifique. ولدي العرادة دازت زينة راه واخا ما كنعرفش الفرنساوية راني فهمتكم كتهضروا على دوك الرسامة المهابيل كي شتي امك راه مهبوله ما خافتش الحسين مالك ما ماليش ياك ما حشمت بيك بالرسوم ديالي نعر عيانو بغينا شويه نصبح على خير صباح على خير اولدي الحسين نسيتي ادوات الرسم ديالك دابا نرجع لهم صباح على خير اولدي Grazie. Ciao. Ciao, ci vediamo. Assalamu alaikum. Spaha? Mi sa che si sta sbagliando. Ma cambia russa, Toya?
Sta smette. Scebia. Vete scone Picasso. Mais qui a fait ses plus belles toilettes à la fin de sa vie, quand on considérait qu'il avait perdu la raison. Mais pourquoi fou? L'homme qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il le croit. Est-ce qu'on est Picasso? خصني ليها سمية. جاك الله ولدي سلام. حسين ما كاينش فوق؟ لا شحال دقيت وسرسرت حتى حد ما واجبني. راني مخلوعه عليه، عندك توقع لي شي حاجه. انا غنمشي نديكلاري عند البوليس. شايبية شتاك لشي بوليس؟ حسين قال لي عنده الخدمه بزاف ومزير هاد الايامات. ماشي من عوايدو. اسمع ولدي الله يرضى عليك، الا بالك قول لي امك راه مشخوش عليك بزاف بزاف بزاف. كوني هانيه غنقلب عليه وغنقول له هاد الهضره كامله. الله يرضى عليك، قول لي يمشي فين بخا غايقولها ليا ويطمن ليا. قول لي بي وبسلامه وليدي. سلام. ما تنسانيش. Je tiens à signaler dans le firmament de la peinture marocaine la naissance de Chaïbia. Il a quand même dit qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Je vais dire ce que je veux dire. C'est toi. C'est toi qui te dis, c'est toi qui te dis Chaïbia. Tu as deux styles différents. انت قريتي باش وصلتي لهادشي، بالنسبة لي أنا هذا هو الفن. مع كامل احتراماتي للوالدة ديالك. مال داكشي ديالها؟ ها؟ مالو؟ داكشي معطي ليها. يا معطي ليها. علاش ما بغيتيش تشوف الوالدة ديالك؟ واش فراسك بقات مقلقة عليك؟ مش تبغى تعلم البوليس؟ شوف حالتك كي ولات. حسين مالك؟ شو وقع لك؟ مبقيتش عارفك. لو وليتي رسام يفضل كامل ترجع لأمك. كدير الهضرة اللي ديما تتقول لي، تتقول لي أمي ضحات على ودي باش تقريني باش نوصل لجهة شوية ديال الضوء. تيخصك تعاونها وتفرح بها. تبعد عندك امك. صباح 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 النير بنادم وراحو، صباح الخادم تخدم، صباح العبد يبرقم، وصباح الخير يا سيد الحوز. درتو الخدمة ديالك كاملة، تبارك الله عليك. عندك شي حاجة شارجة؟ مدام، vous avez vraiment un don. Et moi aussi j'en ai un. Je sais reconnaître un talent, un vrai. Et vous, vous en êtes un, croyez-moi. Il faut juste vous exposer en France. Je
هاد فرنسا كيخاصك حتى اللي تمشي لها ماشي انا. عزيزه راك عارفني علاش كنهضر، انا راه امك اللي والدك، سير قابل الضيوف ديالك وقول هذاك كدبير موش شعيبيه اللي خاصها تمشي، انت اللي خاصك تمشي، انت اللي خاصك تمشي دي الطابلوات ديالك لهذيك فرنسا موش انا. شعيبيه هذوك راه ماشي ضيافي، راه ضيافنا ولا جلادنا، راه قبل خدمتك ماشي خدمتي، ودابا انا الخدمه ديالي هي نوقف معاك ونعاونك، ها فهمتيني؟ يلا 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 بركه ومساعدة الدماغ هادو مبقيتش تبكي الله يرضي عليك صافي يلا يلا. Monsieur Hossein Talal. Oui. Je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup vos œuvres. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Vous êtes doué, vraiment très doué. Merci, merci beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que l'on cherche en ce moment. D'accord. Par contre, Shaibiya, vous la connaissez ? Oui, bien sûr, c'est ma mère. Ah. Merci. Bien. Et vous pensez que je pourrais la rencontrer, voire mieux, organiser une exposition ? Bien sûr. داكشي اللي تدير انت مختلف على داكشي اللي تدير الشعبيه، نتوما عندكم دو ستيل ديفيرون. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que l'on cherche en ce moment. هذه الهضره اللي ديما تتقول لي، تتقول لي بلي ضحيت على ودي باش تقري لي باش نوصل، اللي فيها شويه ديال الضوء اللي خصك تعاونها وتفرح بها. دابا انا الخدمه ديالي هي نوقف معاك ونعاونك. وي Je ne suis pas que le vice de Shaibiya. Je suis aussi son manager. ولدي هاد الناس كلهم جاو يشوفوا الرسم ديالي، درك حتى واحد ما بقى يقول لي المهوله، هبالي غيشوفوا في الرسم ديالي وغيعجبهم، حياتي كلها غنبقى نرسم حيت هادشي عجبني. سلام سيدي، مرحبا. انا قلت لك شحال هادي تصبر وتسنى وقتك، واللي مكتب لك غيأتينا بها الله يفرح مع امك وسعد ان شاء الله. ان شاء الله. سيدي مبروك. سلام سيدي. تبارك الله. كوخن Nein, nein. Das müssen Sie es selbst ansehen. Und ich bin sicher, dass es Ihnen gefallen wird. Gut, ich werde sehen, was ich machen kann. Also dann bis bald. Shaibiya. Nein. Die Mara hat die Jäme und Almanen. Und die Bäsele. Und die Tablo hat die Hände. Nein, Schalman, Kulla. ولا مش تعجبك الخدمة ديالك؟ مدام vous êtes une sauvage de la peinture moderne. Sauvage؟ زعما عجبك الخدمة ديالك. Das ist für Sie, vous l'avez bien mérité. شكرا.
Et ça, je garde pour moi. Oui, oui. Thank you, Sue. Slim. Docteur Martin. Slim. ولدي هاد الفلوس كلهم ديالنا ديالك ولدي رسامه شعبيه Vous savez, c'est comme lorsque vous rentrez dans une église et que vous êtes témoin d'un acte d'une telle grâce, d'une telle pureté, que vous ne pouvez que vous agenouiller pour l'admirer. C'est Corneille. C'est un très grand artiste. Il est un peu excentrique. Sûrement parce qu'il est belge. Mais en tout cas, c'est un génie. Sûrement l'un des plus grands de notre époque. Bon, je vois que vous avez fait connaissance. Tiens. Non. C'est les Franco. Hein? Rayel, où je vais te les clopes préférées, elle a explosé. Partir à Finnana Kbir, Kader Maharet Flan Kamel, New York, Paris. C'est un feu. Tchakfin. Les jeux d'Yelha. Je suis française. Non, je suis brésilienne. Mais Paris est un endroit à part quand on aime la peinture. Il n'y a pas d'autre endroit pour voir Corneille à genoux devant une toile de Chaibia. Je vous l'accorde. Vous savez, je vous jalouse. Je peins aussi, mais jamais je n'aurai votre talent. Je n'ai pas de talent. J'ai un désir qui a reçu l'argent. J'ai des gens qui ont voulu ressembler. سنقربوا بلادنا ونعاودوا بلادنا لا ما درناش حنا شكون غايديرها متفق معاك مي اون اكسبورتون نوتر ار غادي نعاونوا الفن غادي نعاونوا بلادنا غادي تعاون راسك داكشي خليت في ليرون
عليكم. الله شحال فروجي يا الدار. هذا هو البيت اللي غنرسم فيه. ايش حالة الصالون واسع وعريض. لا هاو الجردة، شوف شحال زينة هاد الجردة. لا يا ربي الله، وخاصني في الكود زين الصالون. بيتي اللي غرقد فيه. وهذا بيتك فين ترقد. صافي سير سير دخل. الغرباوي الشايبية سير. غتبقى تشرف في داك الحرام حتى يقتلك. عارف الشايبية ويني شويتيني ندير. الا جيت هنا حيت ما عندي فين نمشي، عندي حتى حد اللي نثيق فيه من غيرك. مرحبا بك، ونيت راني بغيت نستاشر معاك. بغيت ندير واحد المعرض عندي في الدار مع ولدي باش نعرضوا على دوك الناس الكبرانيه، الناس اللي لاباس عليهم المغاربه، متقفين متحضرين باش يجيو يشوفوا الطبلوكات ديالي. ردي البال الشعيبيه، تمشي بحال كاع الناس. شو واحد المراه ظريفه حنينه، حاجة ما كتضربي ليها الحسن، فما تسني منهم والو. وعندك ديري هادشي باش يبغيوك حيت غير حسدوك. ونتي ما خصكش تنجفي اللي ما عندك علاقة بيهم. دايرة واحد طويجين داك الطيراس، غاد جلس تعشى معايا. لا ما نقدرش، خصني نمشي نشوف الشرقاوي، راه تزاد عليه الحال تاني. خصني ندير للسبيطار هنا في كازا. واش عاود ناض عليه هذاك المرض الخايب تاني؟ ما نعرف، الطبيب ديالو مازال كيتسنى لي ريزولتا. الله يشافيه مسكين ويشوف من حالو. غدا غنمشي عندو. الزربيه راه نسيتهم ثانيهم كيما يبدلوا عليا. جلس اخويا جلس. صافا لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. الله يا خويا الشرقاوي، خلعوني عليك
لا الحمد لله لا بس لا بس صافا الحمد لله انت كتشوفي راك تعرفوا مازال اليوم الطبيب قال لي بقى واحد يومين عزيز علي الطفل ديالي قلت لي عليها وكنتي تخلصوا بواحد من الطبلوك ديالك فكرت فيها فكرت فيها شكون اللي بحالي واكل شارف بناس الحمد لله الشرقاوي باقي كتزرب في الرسم شي شي ليا كان أمل واحد الحاجة الفنان عنده واحد العادة ديال الطابلة تخصو رسمه في حياته قلت داكشي علاش كان خصني نزربة خويا ما حنا على فالك الله يحفظك وين جيك لينا شي ليا خليك ديما هكا خليك ديما الصغيرة صغيرة فين هو الصغيرة الشرقاوي الله يعطيك صحيحتك مازال عقل النهار الاول في الطابلوات ديالك جاتني البكية عرفتي شناهي هادي الفرحة يا خويا الله يشافيك عقلية في الاستعمار الفرنسي مازال الحمد لله جيبي الوحدة ما عندها علاقة بالفن ما هي خريجة معهد ما والو وجا قال لك فنانة بغاو الفن المغربي ديما يبقى لتحت دخل عليك والله هاد الشيء اللي خايطة تا هو دايرين بيت الشاب فرنسا بيني وبينك بنتي ترسم حسن من الطابلة وكنت انا بنتك في فرنسا كورة هي ذات فضيحة يا شعيبي انا لي كنت بقى نوصلك الخبر ما نسمع الخبر خير اش كاين اش تلقاو اش تلقاو الله يرحمك
نرسم شغل نرسم عرفتي عرفتي رسام الكبار ما كرسموش عفاش كيكونوا انهم كل شي زوين في حياتهم احسن طبل والدارو فاش فاش يكون لهم مشاكل فاش كيموت لهم شي واحد فاش كيحماقوا هو اللي ندير اللي درت خنق هذيك المرة الجويلة البهيمة عروبية قريش ما فهمش جايبي عندي لك الحل كيفاش عيبيا؟ نطلع كنصبر لك في حوايجك كي جاك؟ جا معرفنا انت دابا كتيق هاد السيرك هاد الشي كله غير لا ميزانسي ميريكان وصافي هادشي راه ما كاين لا ميريكان لا والو دراسه ديماني تي كومبليت كي كونسيرني اصاحبي
الميريكان قادرين يبلعوكم كلش، انتم غير حالين فوق من كوكا حتى الهوليو، ما كتفكروا في تفشي حاجة اللي عطوا لكم كتقو بها سيتو كاش كنتو. اللي تبان ليا هو واحد السيد زاد في العربية ودابا راه كيتمشى الشرق الاقامة. شنو دار لك الشايبي؟ التلفازة خاصها شي الوينات. دابا بنادم راه كيتمشى في القمر، يعني حتى حنا ممكن نمشيو بعيد بالفن ديالنا الا بغينا، ممكن نجولو العالم كامل الا بغينا. سير تحلم. كاين اللي كيحلم كيبقى يحلم، والكاين اللي كيحلم وكيسهل عليه الله. ودرك الواحد يتوكل على الله. توكل على الله، ولاني الحلم. Chabia, c'est par là. La maison est ouverte à tous, à tous les artistes en quête de leurs arts, de leurs êtres. Dorénavant, tu es ici chez toi. Le temps de te trouver un autre logement à Paris.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. شبير عزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. C'est du gribouillage, ça me rend malade. Ah, c'est pas étonnant que les Français voient le Maroc comme un pays sous-développé. Elle a pas honte. Il se fout de la tête des gens, celle-là. Tu as dit que j'ai été petit le Maghreb et qu'il y a une sorte de la vie. Qu'est-ce que tu as dit? اللي كيقلد الاخر بحال القرد ولا داك اللي كيبقى في صباغته. الفرنساويين كيبغيو الرسم ديالي، كيبغيوني كيما انا، كيبغيوني هوك. والتسير كضحك عليا، تعط الله شنو عطيتي لهاد المغرب، الرجال والشبان هما غادي للمسيره الخضراء، وانت تتبع ليا التقليد العمى. كيف كيقول المثال، الذواق واللوان. وكاينين اللوينات، وكاينين كتر كاع. أنا سميتي الشعيبية، أنا رسامة، الحمد لله وليدي، الله يرضي عليك. شحال كيعجبوني هاد الرسامة، ما كرهتش نشوف فيهم شي واحد هن. والمشكل اللي عندنا هنا هو لي كالري ما كيعرضوش لي زيترونجي. كيفاش بغينا نفاتحوا على العالم الاخر وزايدون الرسوم ديالنا تنتشاركوا بهم ونتعارفوا بهم مع الاخرين، نعنو نقولو نتوكرو نوقعو. هو كاين شي ناس عندنا هنا كيحسب لهم بلي المغاربة ما كيهتموا عا بالمغاربة. شكون اوليدي هادو اللي كيقروا للمغاربة؟ المغاربة عندهم الحق باش يتشاركوا ويتعارفوا مع هادوك ديال برا. هادشي كيخلينا نديرو محسن. ايوا الشعيبي، الا بغيتي تشوفي هاد الرسامة ديالك خاصك تاخدي الطيارة. من غير الطيارة؟ نلقاو محل ونديرو فيه كالري. محل ونديروه معرض. ها
هاو نسميه الف باق وندير فيه الطابلوكات ديالي انا الاولى. كيفاش زعما هي ترجع تسكني معنا في المغرب؟ الا بغى الله نبداو ناكلو احسن كسكسو في العالم كل جمعه. كسكسو نديروه كل كل اللي لا يحوجك اولدي. الله يرضى عليك. Madame, je vous félicite. Extraordinaire. Vraiment de la naïf. Naïf ou bac. Je veux dire merci beaucoup. Beaucoup. Ah, okay. That's fine. Naïf, je ne suis pas un chien, je ne suis pas un chien. Ah, je suis naïf. Je ne sais pas si je suis un الناس ديال الكبرى الناس مربيين قارين متقفين. اي يا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا. لا انا ما قريتش الرسم، انا غير كنرسم وصافي. بحال سعيد عويطه مني كيجري، بحال فرس مني كيدوز الكره، وهكذا. شعيبيه انت بوحدك اللي في هذا العالم اللي كتقدر تهضر على لي بانتر دو كوبرا عويطه وفراس في نفس السوجي. الله يخليك لينا وصافي. الله يحفظك اوليدي. Est-ce qu'on est Picasso? But pour les Marocains, 3-1. Le Maroc comme ça, je pense que c'est un exploit pour cette équipe marocaine qui va certainement devenir la première équipe africaine et arabe à être qualifiée au deuxième tour d'une Coupe du Monde. Méritement ainsi le troisième but. Et oui, une joie ici pour tous les Africains, pour tous les Arabes. Le Maroc. La Bassaoulti. الحمد لله والشكر لله، ما خصني حتى خير. عرفتي راني خديت معلم ديال الانجليزه عقالي نمشيو الميريكان. ايه توحشت البليده بزاف اولدي. 20 عام ديال جري عليا نجري عليك، ما بقيت عارفه من راسي ولا رجليا ولا شنو ندير. عندك الصح، الماتش ديال المغرب والاليمان غنشوفو معاكم والله. بسلامة ولدي، خليت لك الراحة. بسلامة. وحياتي هي الرسم. كاين اللي كيقول بلي كنت مباركه مسعوده من عند الله وبلي عشت الحياه اللي كتبها عليا، عندهم الحق. ولكن بغيتكم تعقلوا على هذيك المهبوله اللي زوجوها في 13 عام مع هذاك الشارف، هذيك اللي كانت كتضرب تماره وخدامه عند الناس باش تقري ولدها وتوكلوا وتشربوا. صغري ما كان ساهل. شحال من مره لقيت راسي كنبكي ولكن عمرني ما
اليوم غنصارحكم به. هاد السر هو حب الفن. الفن هو الحياة، الفن هو اللوينات، الفن هو انتونا، وهذا الفن هو اللي دار مني الشعيب.